السلام عليكم مشاهدينا، نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم نبدأها بالعناوين. إضراب عام في مناطق عدة بدرعة وحملة لجمع التبرعات لصالح المحاصرين في درعا البلد. نظام الأسد يسمي وزراء حكومته الجديدة، وحزبان محسوبان على النظام ينتقدان التشكيلة الحكومية. جامعة غازي عنتاب تعلن فتح باب القبول الجامعي في فروعها بالشمال المحرر. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. عقب اشتباكات ليلية يوم أمس الثلاثاء شهدتها عدة مناطق في درعا، استفاقت مدينتي نوى وطفس غربية محافظة درعا على إضراب عام في أسواقها، وذلك تضامنا مع أحياء درعا البلد المحاصرة، فيما أطلق مجلس حوران الثوري حملة لجمع التبرعات للمحاصرين. المزيد في التقرير التالي. حالة من الهلع التي لم تنقطع منذ أسابيع يعيشها أهالي محافظة درعا مع استمرار الحصار والقصف اليومي المتكرر والممنهج من قبل قوات نظام الأسد وميليشياته. قذائف الهاون والدبابات والرشاشات الثقيلة تساقطت أمس الثلاثاء على حيي طريق السد والأربعين في درعا البلد، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف قرية أم الميادين شرقية درعا وضاحية المزيريب غربيها. شبان من أبناء درعا ردوا على حملات القصف باستهداف حاجز ونقطة عسكرية للفرقة 15 بين بلدتي النعيمة وأم الميادين بقذائف RPG، كما استهدفوا حاجزا لقوات نظام في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الأوسط، أدى لإصابة عدد من عناصر نظام بحسب مراسل حلب اليوم. ومع استمرار سوء الأوضاع الإنسانية في درعا البلد، دعا ناشطون إلى إضراب عام في محافظة درعا لمدة يومين ابتداء من اليوم الأربعاء، احتجاجا على استمرار حصار المدينة ومنع دخول المواد الغذائية إليها. هاي علي وبنتي آية عم نقول لك صامدين رغم الحصار والقصف المتكرر والاشتباكات. أما مجلس حوران الثوري فقد أطلق حملة لجمع تبرعات لصالح الأهالي المحاصرين في درعا البلد وطريق السد ومخيمات اللاجئين تحت مسمى حملة الوفاء لمهد الثورة. درعا أصبحت منطقة منكوبة، لذلك تهدف الحملة إلى التخفيف من معاناة الأهالي من آثار العدوان وتقديم الدعم للجرحى وعائلات الشهداء والمتضررين من خلال لجان نسقنا معها في درعا. وعلى الصعيد السياسي، عقد ممثلون عن أهالي درعا اجتماعا مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون لبحث آخر تطورات العسكرية والإنسانية في المحافظة وفي أحياء درعا البلد المحاصرة على وجه الخصوص. عقدنا اجتماعا على برنامج الزوم مع السيد غير بيدرسون، وتم تقديم إحاطة شاملة على مجرى الأحداث الأخيرة والحصار المفروض على درعا البلد وحي طريق السد والمخيم وعلى أجزاء كبيرة من حوران ومسار المفاوضات وأسباب تعثرها، كما طالبنا برفع الحصار وأن تتحمل كافة الجهات الدولية مسؤولياتها والالتزام بتنفيذ اتفاق التسوية لعام 2018. أما عن الدور الروسي، اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن التطورات العسكرية والاشتباكات في درعا تقوض المصداقية الروسية في منطقة الشرق الأوسط وتؤدي إلى تآكل هدفها في ترسيخ نفسها كطرف رئيسي في الشرق الأوسط. ينضم إلينا مالك أبو عبيدة مراسل حلب اليوم من ريف حلب ومالك مهجر سابق من درعا. مالك، أنت على تواصل مستمر مع المحافظة ونشطاء المحافظة والشخصيات الفاعلة فيها، كيف يبدو الوضع اليوم وإلى أين توسع الإضراب الذي أعلن في المحافظة؟ لنبدأ مع أحياء درعا البلد المحاصرة وطريق السد والمخيمات.
وهي أحياء غدا تدخل اليوم 50 للحصار الذي أطبقته الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية. طبعا لا زال الوضع يتفاقم ويزداد سوءا، وتعاني اليوم درع البلد من شح كبير في المياه، في مياه الشرب بعد قطع نظام الأسد للمياه عنها، وعدم قدرة الأهالي على تأمين مياه الشرب النظيفة بسبب أن الآبار المتواجدة والتي كان يشرب منها أهالي درع البلد في زمن ما قبل 2018 هي موجودة في منطقة الشياح والخشابي والنخلة، وهي مناطق أو مزارع محيطة بدرع البلد، واليوم تتمركز فيها الفرقة الرابعة بل وتتخذ عائلات كانت فيها دروعا بشرية، ولا يستطيع الأهالي الوصول إلى تلك الآبار والشرب منها. هناك بعض مصادر المياه هي من المنازل المهجورة والمنازل التي غادر ونزح أصحابها، يقومون بأخذ المياه من هذه المنازل واستهلاكها. أيضا موضوع الخبز اليوم هو مقطوع منذ عدة أيام، ووجهت نداءات استغاثة أنه لا يوجد هناك خبز في درعا البلد. هناك أكثر من 25 ألف مدني اليوم مقطوعون من الخبز، ولا يوجد لديهم خبز ولا يوجد طحين لاستمرار مثلا الخبز في البيوت أو ما إلى ذلك. أيضا المواد الغذائية بدأت تشح بشكل كبير، المحلات جميعها خالية من المواد الغذائية. بالتالي مالك، نحن نتكلم عن منطقة محاصرة ويشتد عليها الخناق يوما بعد يوم من قبل النظام، لكن ماذا عن الوضع العسكري فيها والنقطة التي تتعلق بالمدنيين؟ هل خرج جميع المدنيين ولماذا بقي من بقي فيها؟ نعم، بالنسبة للنزوح لم يخرج جميع المدنيين، هناك بعض الأهالي خرج، ربما من لديهم أمراض مزمنة، وربما بعض الأشخاص الذين يخافون أو من القصف أو يخافون على عائلاتهم، لكنهم خرجوا إلى درعا المحطة، وقسم كبير من العائلات لا زال في درعا البلد، ونحن على تواصل دائم معهم. أيضا هذه المنطقة درعا البلد تقصف بشكل مستمر، بشكل شبه ساعي هناك قصف على الأقل بالمضادات الأرضية ومضادات الطيران الأرضية على الأقل، إضافة لقذائف الهاون وقذائف الدبابات وقذائف المدفعية التي تستهدف بشكل عشوائي، تستهدف المساجد والتجمعات والأحياء السكنية، وحتى تستهدف النقطة الطبية الوحيدة والتي هي مرصودة أصلا من قبل قناصة النظام ورشاشاته. أما على الصعيد العسكري خارج محافظة درعا، طبعا هناك عمليات من قبل مجهولين تضرب بعض الحواجز والنقاط الأمنية. خلال الأيام الماضية شاهدنا هناك استهداف لسيارات للنظام بعد عدة بيانات مكتوبة أيضا أطلقها بعض من أطلقوا على نفسهم ثوار حوران وما إلى ذلك، تهدد نظام الأسد في حال أنه قام بالتصعيد على درعا أو في حال لم يحط حصار عن درعا البلد، ستكون جميع آلياته وقطعها العسكرية ومفارزه الأمنية هي هدف لهؤلاء الشبان وهؤلاء الأشخاص الذين يعملون على ضرب الحواجز وضرب قوات النظام. إذن لا زالت ربما الأجواء متوترة في درعا. سنتابع معك جميع هذه التفاصيل، مراسلنا مالك أبو عبيدة مراسل حلب اليوم، حدثتنا من ريف حلب، شكرا جزيلا لك. أخلت فصائل الدفاع الوطني وحزب اللواء السوري التابعة لقوات النظام مقراتها جنوب شرقي مدينة السويداء بعد توتر أمني ساد المنطقة لعدة أيام. ونقل موقع عنب بلدي عن مصدر في مدينة السويداء لم يسمه إن قوات الدفاع الوطني أخلت مقراتها في قرية الرحى وسلمت أسلحتها الثقيلة لمركز قيادة الدفاع في محافظة السويداء. وأضاف المصدر أن مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة لحزب اللواء السوري أخلت مقراتها في المدينة بطلب من السكان تجنبا لتحويل القرية إلى ساحة اقتتال. سمى نظام الأسد وزراء حكومته الجديدة برئاسة حسين عرنوس، حيث شملت التغييرات 5 وزراء فقط، فيما احتفظ العرنوس بتشكيل الحكومة السابق بشكل شبه كامل. التقرير والتفاصيل. بتغيير 5 وزراء يعلن النظام عن حكومته الجديدة برئاسة حسين عرنوس مجددا. عرنوس الذي كلفه بشار الأسد بتشكيل الحكومة في بداية آب الحالي. التغييرات وصفت بالطفيفة ولم تشمل الوزارات السيادية باستثناء الإعلام. احتفظ عرنوس بكامل طاقمه السابق الذي تردت على عهده أوضاع البلاد أكثر مما سبق بحسب صحيفة العرب الجديد. عمرو سالم وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك خلفا لطلال البرازي، شغل سابقا منصب وزير الاتصالات والتقانة
وخرج من الوزارة بقضية فساد عام 2007 وفق صحيفة عنب بلدي، على خلفية عقد مع شركة بوكو الصينية للعمل على تقديم خدمة نظام الفوترة والترابط في المؤسسة. بطرس الحلاق وزيرا للإعلام خلفا لعماد سارة. شغل الحلاق منصب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق في الفترة بين 2013 و2017، ومن ثم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في الكلية منذ 2017. محمد سيف الدين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل خلفا لسلوى عبد الله. كلف بعدة مناصب منها عضو مجلس إدارة في المؤسسة العامة للإسمنت بين عامي 2010 و2014، وعضو لجنة استشارية في الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بين عامي 2010 و2011. عبد الله سلوم عبد الله وزير للدولة في تشكيلة الحكومة الجديدة، وهو المرشح الرئاسي الذي كان إلى جانب بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية قبل 3 أشهر. ديالا بركات وزيرة للدولة، وهي من مواليد 1980 بمدينة حمص، وعضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي وعميد شؤون البيئة في الحزب، وكانت مديرة لمديرية زيدل في الحزب نفسه. التشكيلة الجديدة لحكومة النظام لا يبدو أن لها صلة بالأزمات في مناطقه، بل على العكس أنهت كل آمال التغيير لدى أغلب الشعب، يقول بيان مشترك لحزبي التضامن والشباب للبناء والتغيير المحسوبين على ما يسمى المعارضة الداخلية. أظهر استطلاع للرأي أن عددا كبيرا من السوريين القاطنين بمناطق سيطرة النظام يرغبون بالمغادرة وينصحون اللاجئين في الخارج بعدم العودة إلى بلادهم. الاستطلاع الذي أجرته الرابطة السورية لكرامة المواطن لقياس درجة الأمان في مناطق النظام شمل 533 شخصا، ووفقا للنتائج فإن 50% من سكان تلك المناطق يشعرون بعدم الأمان، ووافقهم في ذلك 67% من العائدين من خارج سوريا و94 في مناطق التسوية. ينضم إلينا السيد وسيم الحاج عضو أمناء الرابطة السورية لكرامة المواطن من أعزاز. مرحبا بك سيد وسيم. لو نبدأ من ملف التشكيلة الجديدة لحكومة النظام، برأيك إلى أي مدى ممكن أن يستغل ذلك لدعوة السوريين للعودة، وهل سيفلح النظام في ذلك؟ أهلا وسهلا فيك وبالسادة المشاهدين. طبعا النظام السوري بيحاول بشكل مستمر إظهار ممارسات صورية لعودة جزء من السوريين إلى الداخل السوري، هذا الأمر للحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية. طبعا هو عم يستغل عدة فجوات، منها تجاهل بعض الحكومات مثل لبنان والدنمارك الواقع المأساوي اللي عم يعيشوه السوريين، ومحاولتهم لإجبار السوريين للعودة المبكرة عبر عدة ممارسات مثل ما نحن سمعنا فيها مؤخرا. أيضا النظام عم يستغل فشل وكالات الأمم المتحدة بتقديم تقارير شاملة وواقعية عن التهديدات اللي عم تواجه العائدين إلى سوريا، طبعا فضلا عن مستويات التدهور الاقتصادية والأمنية اللي موجودة داخل النظام. إذا النظام بيحاول بشكل دائم أنه يظهر للعالم أنه هو عم يسعى إلى عودة اللاجئين. حصل مؤخرا موضوع فتح أو قراره بفتح المعابر عبر التماس أو 3 مناطق أو 3 معابر مع المعارضة أو المناطق الخارجة عن سيطرته. الأمر ليس لعودة اللاجئين، وإنما للسيطرة على مقدرات السوريين عبر إغلاق المعابر عبر الحدود وتحويلها إلى مناطق عبر التماس. إذن النظام لا يكل من إظهار فقط الصورة للمجتمع الدولي أو لإرضاء الحليف الروسي بأنه هو يسعى إلى عودة المهجرين، وإنما الممارسات الحقيقية يلي عم يمارسها النظام على السوريين هي عكس ذلك تماما. إذا بدنا نحكي نحن الآن سيد وسيم، لو نعود ربما إلى الإحصائيات التي تم نشرها عبر مركزكم عبر الرابطة السورية، ما هي القواعد والمنهجيات التي اعتمد عليها الاستطلاع لو تشرحها لنا وللمشاهدين؟
طبعا الاستطلاع كان عبارة عن مقابلة ل 533 مثل ما فضلت حضرتك في بداية المداخلة، 533 شخص، 31% منهم من مناطق المصالحات يلي تمت في ريف دمشق أو درعا، وكانت هي عبارة عن مقابلة شخصية كان فيها عدة أسئلة متمحورة حول حياة السوريين الموجودين أو حياة الأشخاص اللي تمت المقابلة معهم، بالإضافة إلى ظروفهم المعيشية والظروف الصحية والمتعلقة بكوفيد 19، بالإضافة إلى الوضع الأمني. أشكرك السيد وسيم الحاج، عضو أمناء الرابطة السورية لكرامة المواطن، حدثتنا من إعزاز، شكرا جزيلا لك سيد وسيم. شكرا لكم. اندلع حريق في إحدى السفن التجارية بمرفأ اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ونقلت وكالة سانا التابعة للنظام عن قائد فوج الإطفاء في اللاذقية أنه تم السيطرة على حريق في إحدى السفن التجارية وتسجيل إصابتين بين العمال في السفينة. بالمقابل قال موقع تعقب السفن تانكر تراكر أن الحريق اندلع في ناقلة نفط إيرانية رست مؤخرا قرب السواحل السورية من أجل تفريغ حمولة ناقلة نفط إيرانية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. حلب اليوم ترصد حياة رعاة الأغنام قرب الحدود السورية الأردنية وأبرز الصعوبات التي تواجههم. مرحبا بكم الجديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. بدأت جامعة غازي عنتاب في المناطق المحررة استقبال الطلاب للتقديم على مفاضلة القبول الجامعي، حيث من المقرر أن يتقدم للمفاضلة في الجامعة قرابة 3000 طالب وطالبة بعد تقديم امتحان اليوس في عموم مناطق الشمال. بمعدل 30% حصل عليها في امتحان اليوس، يتقدم أحمد للمفاضلة على مقعد جامعي في جامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب. أفرع الجامعة المتواجدة في كل من مدن عفرين وعزاز وجرابلس أعلنت عن فتح الباب للمفاضلة هذا العام وسط إقبال من الطلاب. السنة الماضية قدمت بكالوريوس، السنة قدمت يوس كمان، إن شاء الله ناويين ان نصير من اوائل، وناوي اخذ بها سجل معلم صفيه اللغه التركيه من قبل ان شاء الله، بندرس وناخذ نصير من الاوائل. قرابه 3000 طالب يحق لهم المفاضله هذا العام على فروع جامعه غازي عنتاب، حيث تقدم للمفاضله الاولى 1000 طالب حتى الان، ومن المقرر ان يستأنف باقي الطلاب التقديم للمفاضله الثانيه. معدلات هاي السنة طبعا أحسن من السنة الماضية بسبب أنه صار في دورات يوز يقدم للطالب، ما كان كان يدرس لحاله الطالب، هلأ صار في دورات يوز تقدم، فصار عنده كتير اطلاع على امتحانات اليوز وعلى الكتب وعلى المناهج المخصصة لهذا الأمر، لأنه لا يشترط في دخول الجامعة التركية امتحان اليوز طلاب الأجانب.
تعد جامعة غازي عنتاب من أوائل الجامعات التركية التي فتحت فروعا لها في الشمال السوري، وباتت كلياتها مقصدا للطلاب الراغبين باستكمال تحصيلهم العلمي، ويعتبر تصنيف الجامعة ضمن أفضل 800 جامعة على مستوى العالم. على مدار 10 أيام تستقبل جامعة غازي عنتاب في عفرين الطلاب الراغبين بالتقدم للمفاضلة الجامعية من أجل تحصيل مقعد جامعي لإكمال تعليمهم. ماجد العمر، حلب اليوم، عفرين. أقامت عدد من منظمات المجتمع المدني والمستقلين السوريين اجتماعهم الثاني في مدينة غازي عنتاب التركية لتأسيس منصة التضامن السورية التركية، وستعمل هذه المنصة على تأسيس فرق تطوعية تشرف عليها لجان متخصصة لمساندة الشعب التركي وقت الحاجة، خاصة بعد كارثة الحرائق التي أصابت عددا من البلدان في العالم ومنها تركيا. قناة حلب اليوم التقت مع محمود بادنشكي أحد المشاركين في منصة التضامن للحديث عن المنصة وآلية عملها. طبعا أنا مشارك في منصة التضامن السورية التركية، هي منصة تفاعلية انطلقت تجاوبا مع الحرائق والكارثة الحرائق في الغابات التركية، ونهدف من خلالها لتفعيل نشاطات معظم شرائح المجتمع السوري من طلاب ونساء وكبار وأطفال للمشاركة بمختلف الوسائل، منها عن طريق الرسم، ومنها عن طريق تنظيف الحدائق وقاية من الحريق، ومنها لزراعة غابات، وهناك مشاريع طويلة الأمد ومستدامة تساعد في الاندماج السوري التركي بشكل أفضل وتزيد اللحمة بين السوريين والأتراك. وعن كيفية التعاطي مع الكوارث والحرائق من خلال التوعية وأهمية العمل المنظم والتدريب، أجرت حلب اليوم مقابلة مع مدرب الكوارث واثق الغبرة، فلنتابع. أنا مدرب كوارث بالأساس، كنت بالهلال الأحمر العربي السوري كمدرب كوارث. اليوم بدنا نحكي عن منصة التضامن السوري التركي، هي الحملة الرائعة اللي عملوها أخواننا السوريين، يعني للتعاطف مع الأحداث اللي صارت هلأ حاليا بتركيا بموضوع الحرائق. أنا بدي وجه رسالة لأخواننا السوريين بموضوع إدارة الكوارث. الحقيقة الحالات الطارئة والكوارث يعني ممكن الإنسان يتعرض لها وممكن يتوقع كثير منها، على شقين: أنه نقوم ببعض الأعمال التوعية بأعمال الكوارث سواء على المستوى المجتمعي، ربات البيوت أو الأشخاص اللي بيكونوا بأماكن عملهم إذا صادفوا النوع من حالات الطارئة أو الكوارث، أو ممكن أنه ننشئ جيل أو شباب متطوعة تعمل في مجال الكوارث، بتتدرب وبتتأهل، ممكن يقدموا لنا إياها مثلا الخواز البيضاء، يعني يساعدونا بهذه التدريبات، نشكل فريق في حال صار هذه الأحداث، بيتدخلوا مع أخواننا الأتراك بمعالجة الحدث هذا أو الوقاية منه وإلى ما ذلك. عادت قضية فصل الدكتور عثمان حجاوي إلى واجهة الأحداث الطبية في المناطق المحررة، حيث أصدر حجاوي بيانا وجهه إلى الرأي العام يوضح فيه ملابسات من انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم استجابته لطلب الكادر الطبي في مشفى مارع لإنعاش مريض في وقت سابق ما أدى إلى وفاته. وذكر الطبيب أن الحادثة التي ذكرت ضمن بيان منسوب لإدارة المشفى لم يتبلغ بها مطلقا، كما أن رئيس الأطباء السوري والأعضاء لم يكونوا على علم بهذه الحادثة، معتبرا أن ما جاء في البيان فيه تجنن وغاياته سياسية بحتة من قبل بعض الشخصيات حسب قوله. وحاولت حلب اليوم التواصل مع إدارة المشفى للسؤال عن البيان المنسوب لهم، لكن تعذر ذلك. استدعت الخارجية التركية القائمة بالأعمال السويسري لدى أنقرة للاحتجاج على افتتاح ممثلية للإدارة الذاتية التابعة لقسد في جنيف،
وذكرت الخارجية في بيان أنها استدعت القائمة بأعمال سفارة سويسرا للاحتجاج على افتتاح ممثلية الإدارة الذاتية. وأوضح البيان أن وزارة الخارجية طلبت من القائم بالأعمال السويسري أيضا إيضاحا بشأن الموضوع. وفي أقصى الجنوب الشرقي لسوريا قرب الحدود مع الأردن تحديدا في المنطقة 55، تمكنت قناة حلب اليوم من لقاء أبو نواف وهو أحد رعاة الأغنام من البدو يعيش مع عائلته في المنطقة منذ 35 عاما. كيف تبدو حياة رعاة الأغنام في هذه المنطقة النائية؟ المزيد في التقرير التالي. احنا غنامين عايشين من 85 تعتبرنا بهالبلاد، هذا مرعى خاف بس متعودين على هالبلاد، هذا ضلين بو على طول هين يعني. الغنم اسع معيشة صعبة حيل، مي خفيف، مازوت غالي، معيشة صعبة، علف مابو. تحاول اذا تروح تجيب لك 10 برامير مي كلفتك 20,000 مازوت، تروح تجيب لك كيس طحين حقه 60,000، يعني معيشة صعبة. خروف سعره كمان ميت ابنه، اذا بدك تعلف الخروف اذا تعلفه شعير اعتبره شلا حقه او نص حقه. ونعتمد على القاع، لو كان بهرعي يعني ماشي الحال، ترى على الغنم بهالقاع، بس لو كان ما حال نضايق حير يعني. يعني الميات هسه ماشي الحال، بس القاع محفل حتى ما ابو رعي بالقاع منو. نقوم من الصبح يعني بكير قبل الشمس، صلاة الفجر نقوم نحط له حبة علف ونطلع نظل مسارحين بها للساعة 10. الساعة 10 نجيبها نوردها ونجيب حليبات الحليب وخليها تقيل شوي، والعصر كمان نظل سارحين بها لتالي انها غيبت الشمس نجيبها نمرح نوردها نمرح. وزبو علف يعني اذا كان بو علف نحط لنا عشاء، ما بو علف نخلينا من غير عشاء. حالتنا المعيشيه يعني صعبه، صعبه حيله قد ما تتصور صعبه. يعني الخضره ما خفيف تشوفه، يعني خفيف، بطاطا ما ابو عايشين على الخاطر، جشد من الحليبات من هالغنم، يعني كل شوي بحليب ماشي حاله، بس ما ظل بحليب كان تصير المعيشه صعب. طحين خفيف يعني شوار الطحين حقه 60-70,000 فقط تجيبه، يعني غالي حيل. الزيت كذلك الامر غالي. يعني معيشة شو ودي اوصف لك، حتى دكاترة ما ابو من تمرض قبل يعالجونا عرب بالشيح والقيصوم، بس يعني نعالج اسع بشيح وقيصوم، بس مو كل الامراض تعالج بشيح وقيصوم او غيره. يعني تجيك مرضى اجباري ودك دكتور دكتور ما ابو، وعلى الله. مية خفيفة والله، مية خفيفة بنوب، يعني سدود زرق ابو تالي مية، وهيك من الشبت كمان تالي مية. يعني معيشة المي كمان صعبة، ترويزيات خربانة كلها، ترويزيات شغالة ما ابو، تروح تعبي اهل مية ثانية تجوز تكفينا مية لسه شهر، أكثر من شهر ما تكفي، وبعدين يفرجها الله. بعدين منطقتنا يعني المعيشة الطبيعية بها، يعني اللي حابتنا العيشة بها، يعني مخلينا نقعد هنا أمان، لا أحد يسرق لك نعجتك، لا أحد يسرق لك سيارتك، تخلي أغراضك بتشوف، يعني متابع حالك بحالك، كل من بلشان بحاله، لا أحد يسرق أحد ولا أحد يقرب أحد. يعني ما الحمد لله الأمان زين، ما حد قرب علينا ولا حد سرق منه ولا شيء. معيشتنا زينة الحمد لله، بس المعيشة صعبة، يعني صعبة حيل، والإيمان زين بس المعيشة صعبة. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.